السلام عليكم أحبة المشاهدين على الخير والمحبة والهدى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج مداد العلماء أهلا وسهلا بكم من جديد كما واسمحوا لي أن أرحب بضيف البرنامج المكرم الباحث الإسلامي فضيلة الشيخ جميل بزوني حياكم الله فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ ما زلنا في مداد العلماء وتطلقنا إلى كتاب المراجعات نموذجا وطريقا ل الولوج في الحوارات الاسلاميه الاسلاميه. والجميل فيكم فضيلة الشيخ وانتم جميل انكم تضعون اناملكم على الجرح دائما. وتشيرون بوسطيه واعتدال الى مشكلات التي تواكب الحوار الاسلامي الاسلامي. في الحلقه السابقه فضيلة الشيخ ذكرت الى اعتماد او انتهاج مفاهيم ومعايير جديده لمفهوم النصر والهزيمه في الحوار الإسلام الاسلامي الاسلامي. ذكرت اولا ان يكون المكسب او الهدف هدف اخروي وليس هدف دنيوي. كما ذكرت ان يكون الهدف ايضا هو من اجل اظهار الحقيقه وليس ان اكسب انا او يخسر فلان. هاتان المعياران اللذان ذكرتهما هل تعامل سماحه السيد شرف الدين في كتاب المراجعات تحت هذين العنوانين يعني تعامل بمفهوم النصر والهزيمه على اساس ان يكون المعيار بالنصر هو المعيار الاخروي ومعيار الحقيقه نعم فضيلة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين وبعد إذا نظرنا إلى كتاب المراجعات وتأملنا في الأسلوب الذي كتب فيه السيد أجوبته للشيخ البشري سنجد أن هناك هدفا واضحا وهو قول الحقيقة من دون زيادة يعني كان السيد يركز على أن يذكر ما يناسب جواب التساؤل من دون أن يزيد فإذا كانت بعض القضايا تحتاج إلى تفصيل فكان يعطي القضية بمقدار ضرورتي الضروره بعد ان يطلب الشيخ فضيله الشيخ البشري بعد ان يتقدم السائل وهو الشيخ البشري رحمه الله بالتفصيل فاذا انتقل الحديث من قضيه من القضايا الى قضيه اخرى نجد بانه حديث جديد وكان السيد لم يتحدث مثلا في كلام سابق وكأن الشيخ لم يؤيد كلام السيد وكأن الشيخ لم يقل للسيد مثلا إن كلامك السابق صحيح مثلاً وما شاكل ووجدته صحيحا تترك النهايات سائبة تترك هذه النهايات وكأن الأمر يبدأ من جديد وبهذه الروحية بدأ الحديث من السؤال الاول والجواب الاول الى اخر ما ذكره السيد في جواب السؤال الاخير طبعا اذا واحد في هذا الوقت اراد ان يتحدث بمثل هذه القضايا فمن الضروري ان يضع لنفسه هدفا وهذا الهدف قد يكون هو انتصار وهزيمه الاخر كما يحلو للبعض ان يسمي ذلك ولكن السيد اثبت من خلال كتاب المراجعات على ان الحوار يجب ان يكون له هدف اسمى من ان ينتصر شخص على شخص او فرقه على فرقه او فرقه او مذهب على فرقه او مذهب اخر انما يكون الهدف ان يشبع السائل جوع يعني المجيب عفوا جوع السائل يروي ظما السائل من خلال الجواب العلمي الدقيق الصحيح الذي يتوافق عليه الجميع ولا يحاول ان يستخدم القضايا الجانبيه العاطفيه التي يحاول البعض ان يترنم بها ويدندن عليها كثيرا بل كان حديثا علميا الهدف منه ماذا؟ اراءة الصوره لهذا السائل لانه صدق السائل هو الذي يجعل نتيجه اطلاعه على الجواب نتيجة عقلا نتيجة عقلانية ونتيجة إيجابية صدق الشيخ البشري في تساؤلاته عندما يقول بأنه يريد أن يعرف الأمر الكذائي هو الذي جعله إنسانا متوازنا في تعامله مع أجوبة السيد هذه القضية يعني الطرفان فضيلة الشيخ يعني عندما تتصفح الكتاب الطرفان أسلوبهم لم يكن هجومي في الطرح يعني السائل والمجيب يعني عندما يسأل فضيلة الشيخ البشري رحمه الله الجواب من السيد حسين شرف الدين عبد حسين شرف الدين كان جواب تبريري وليس هجومي يعني أنا متأكد في جعبة سماحة السيد شرف الدين الكثير لربما من الحجج التي ينفع لها الآخر ولكنه يلجأ إلى أسلوب فقط دفع دفع التهمة ولا يبادر ليتهم الآخر ونحن أعتقد تطرقنا في حلقة من الحلقات فضيلة الشيخ هذا كان يدلل على رغبة سيد شرف الدين على مواصلة الحوار كان لديه رغبة في مواصلة الحوار إذا فضيلة الشيخ تحدثنا عن المعيار أو المفهوم الأخروي للنصر والهزيمة والحقيقه اقول